ناخذ المشكله من اولها لاخرها. طبعا ايطاليا هي البلد الاول في اوروبا المصاب بالكورونا، وهي الثالث عالميا من بعد اليابان وكوريا. الاقاليم الثلاث الشماليه اللي فيها الكورونا اللي هو لومباريا اللي فيها نادي ميلان والانتر، واقليم رومانيا اللي فيه نادي بولونيا، واقليم فينيتو اللي هي فينيس. ابو محمد، احنا نعرف بالوضع الطبيعي المباريات اللي تتاجل اما تكون في الكوارث الطبيعيه او الرياح او ان الملعب مجهز بالامطار والثلوج والى اخره. المباريات اللي تلعب من دون جمهور في الغالب تكون عقوبه من الاتحادات سواء الاوروبيه او المحليه، نفس ما صار في الانتر في مجموعات دوري الابطال 2006 بعد ديربي 2005 في الشامبيونز ليج وضرب ديده، فلعبوا من دون جمهور 2006. المشكله انه صاير الوباء الحالي محمد، ما في قانون واضح باللائحه يقول لك اذا في وباء منتشر شنو الاجراء القانوني اللي ناخذه، فبالتالي قاعد تصير اجتماعات الرابطه مع الانديه، والاجتماع طبعا باكر ل انه يحطون جدول جديد. الانتر شنو كان اعتراضه؟ نادي الانتر، نادي الانتر يبي يستغل الحاله الفنيه السيئه لليوفي بما انه ارهق ضد ليون وقاعد يمر بفورمه سيئه، فيبي يستغل بما انه هو منافس. الشيء الثاني الانتر معترض انه يوم الخميس كان في قرار ان تلعب المباراه من دون جمهور. قبل المباراه ب 24 ساعه تاجلت المباراه، فمرات يقول هذا عدم احترام. يقول احنا ما عندنا مشكله اليوفي يلعب مع جمهوره او من دون جمهوره، ولكن تغيير القرارات في عدم احترام للانتر. نروح حق الشق الثاني اليوفي. اليوفي محمد يبي يلعب جماهيره لانه راح يلعب مع الانتر والانتر منافس، فيبي دعم جماهيري. الشيء الثاني بيستفيد اقتصاديا لان ديربي ايطاليا في الذهاب كان اعلى عوائد ماليه، فهو يبي يستفيد من العوائد الماليه. الحين شنو وجهه نظر الرابطه اللي هو الشيء الثالث خلينا نقول الجهه الرسميه؟ الرابطه تقول انا ما يهمني نادي او نادي، انا احاول اراعي الكل، ولكن صوره الدوري الايطالي امام العالم راح تكون مشوهه اذا لعبت المباريات من دون جمهور. وشنو كان الرد؟ ان يوم الخميس كان في مباراه من دون جمهور، يوم السبت تتاجل. الرد كان ان الاقليم الموجود في اليوفي اللي هو اقليم الله يعين شيطان تورينو، لا مو مدينه تورينو، اللي هو بدينتو اسمه او اظن بهالاسم، الحجر يخلص يوم الاثنين. فيقول اخذنا من الحكومه، اخذنا من الجهات المختصه الصحيه ان يوم الاثنين راح يرفع الحجر، فقلنا ان يوم الاثنين تلعب المباراه من دون جمهور، ولكن ما يحضرون جماهير الاقاليم الثلاث. الانتر اعترض على هذا الشيء. القرار النهائي اللي صار ان الجوله كلها راح تتاجل الاسبوع القادم، المباريات اللي ما لعبت تتاجل الاسبوع القادم في تواريخ جديده، وباكر ياخذون خبر من الانديه موافقتها او عدم موافقتها. بس اول شيء هم خذوا القرار تاريخ 13 مايو 13/5. الانتر اعترف ابو محمد لسبب، يقول في 13/5 في حال ان الانتر وصل نهائي اليوروبا ليج في نهائي كاس ايطاليا راح يصير عنده ضغط، لان الانتر ابو محمد للعلم غير مباراه اليوفي عنده مباراه سمبدوريا مؤجله، فالانتر معاه حق في النقطه، واليوفي ايضا معاه حق ان انا بلعب مع جماهيري. كل شخص مثل ما قال مروتك، كل شخص يدافع عن المؤسسه اللي هو انا فيها.